اسمار جبال هي إحدى قرى الباترون، بترتفع عن سطح البحر حوالي 450 متر. تعني الكلمة بالفينيقية الحارس أو المراقب، والبعض بيقول أنه كمان تعني مقبرة الملوك في جبال. هالمنطقة تشتهر بكنيستها الأثرية التاريخية مار نهرة، شفيع العيون اللي عاش بهالمنطقة واستشهد فيها. نتعرف أكثر على كنيستها التاريخية وما يحيط بها أيضاً من كنائس هي للعذراء وللقديسة تألة. نحن بكنيسة مار نهرة الشهيد بسمار جبال. الكنيسة يلي بتعود القرن الثالث عشر، بنيت على أساسات كنيسة أقدم ربما تعود القرن الحادي عشر، ويلي بالتالي انبنت على كنيسة كمان أقدم تعود القرن السابع. هالكنيسة ليش توسعت وصارت عدة مراحل؟ لأنه اجوا كتير زوار، وتاريخيا بحسب مؤرخين لبنانيين ما كان في إلا مزارين كبار بلبنان، هن مار شرب بمعاد ومار نهرة بسمار جبال. اضطروا أهل الضيعة لأنه عم يجوا كتير ناس عم يزوروا هالكنيسة يكبروا الكنيسة على عدة مراحل. هالكنيسة بتتميز ببناء البازيليكي لأنه فيه يعني ثلاث ممرات، الممر النصفي محل ما أنا واقف، والممرين الجانبيين الشمالي والجنوبي، وأكيد معقودة عقد صليبي صليب. بعض الطين عليها، وهذا بيميزنا بكنيستنا، ونحن عم نجرب نقنع الناس ونقنع كل الزوار انه لازم نحافظ على هالكرس الابيض وعلى النقوش اللي موجودين على العواميد، لانه هيدي حقبه مهمه بتاريخنا نحن الماروني واللبناني، لانه شعبنا كان ذكي، كان يحط هالطين الابيض اول شيء يعطي اضاءه اكثر لكنيسنا، وثاني شيء يحافظ على الحجر اللي جوا، وثالث شيء يسحب الرطوبه. فإذا تركنا الكنيسة مثل ما هي، وهالنقوش يلي بتزين العواميد هي من الحقبة العثمانية. بعدنا من الكنيسة القليل اللي بعدنا محافظين عليها، اليوم في أطروحة الدكتوراه عم تدرس فقط على هالنقوش وعلى الأدوات اللي كانت تستعمل وعلى الزينة اللي كانت تتزين فيها كنيستنا. الكنيسة مميزة كمان بمذبحها يلي بعده موجود هونيك، وبعده الكاهن يلي لما بيقدس بيبرم ظهره للشعب. نحن طقوسنا الشرقية على طول الطقوس بتشبه بعضها، الكاهن بيحمل صلوات الشعب بيقدمون للثالوث الأقدس، لأن هيك بيبرم الكاهن ظهره للشعب. هالمذبح انبنى على أيام البطرك بورس مسعد تقريبا من 1860 بإيدين المعلم الياس بربري، والمميز فيه أنه درجات المذبح هن من خشب، وهيدي بعتقد أنه ما منلاقيها بغير كنيس، لأنه غير كنيس بتلاقوا درجات المذبح لكن من رخام. هون بعضهم من أقدم المذابح الموجودة بلبنان يلي هي درجاتها من الخشب، وهذا الدرج بعده موجود، هالدرجات بعده موجودة من وقت ما انبنى هالمذبح يلي عطيه طابع أكثر عثماني إذا بدكم بهالرسوم والنقوش يلي انحطت. بزين الكنيسة ثلاث أيقونات مهمين يلي هن أيقونة مار نهرة يلي هي بتتوسط الكنيسة، مار نهرة عم يشفي ناس بمرض عيونهم، لأن هيك نحن بنجي بنتشفع لدى مار نهرة لشفاء العيون. وبعدين في صورتين على اليمين وعلى الشمال، وحده للعذراء والثانيه لقديس باسيليوس، لانه قديس باسيليوس لانه هون ابناء الضيعه معظمهم من عائله بيت باسيل، حبوا انه كمان يكون قديسهم او شفيعهم عم يتكرم هون بالكنيسه. هالثلاث الايقونات او ثلاث صور رسمهم داوود الكرم يلي هو من اعظم الرسامين الحقبه يلي كانت تزين فيها الكنيس، علما انه في كمان صور اقدم لكن عندي بالدبتاوي هلا بتشوفون بالسكرستيه، كمان هدول كانوا يستعملوا بالكنيسه قبل ما يجي داوود الكرم ويرسم هالرسومات الثلاثه. بيميز كمان هالكنيسه هن هالنقوش يلي معمولين من الكرس الابيض اللي موجودين بسقف الكنيسه، يعني للاسف هلا عم ينعمل دراسه نرجع اعاده ترميمهم وتثبيتهم بسبب الرطوبه يلي اجت على الكنيسه مؤخرا. فهدول النوع من النقوش اللي كانت بوقتها بأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يزينوا، أو هاي طريقة تزيينية للكنيسة. بعد في شيء كمان مميز بالكنيسة هي مسمية العرش الأسقفي. ليش في عرش أسقفي وهذا ممنوع نشوفه عادة إلا بالكنيسة البازيليك أو الكاتدرال بالأحرى، الكنيسة اللي هي خاصة بالأسقف، لأنه تاريخيا بسمار جبال كان أول معقل للبطرك يوحنا مارون
إجا بالقرن السابع سنة 683، أخذ قلعة سمار جبال أول مقر لقله قبل ما ينتقل على كفر حي. وبعدين مش عم نشهد في كتير مخطوطات بتدلنا على 3 أو 4 أساقفة سكنوا بسمار جبال تقريبا بالقرن السابع عشر. في كتير مخطوطات موجودة بالفاتيكان أو موجودة محفوظة بوادي النوبين بتحكي عن أسقفين خيين هن يونان وخيو سركيس، وخيون يلي هو كان حبيس وناسك بأنوبين، وبيكتب بيقولوا أنه أنا قدمت هذا المنسوخ أو هذا المخطوط من أجل أخوي الأسقفين الموجودين في طور الباترون يلي هو جبل الباترون المسمى بسمار جبال. وبيقول إلى المذبحين يلي هن مار أنطونيوس ومار جرجوس يلي موجودين بالقلعة. فإذا نحن هون بعد لهلا عنا عصا للأسقف، عنا تاج للأسقف، وعنا عرش للأسقف لأنه كان مركز أسقفية بالقرن السابع عشر. بالمسبح بيتوسط المسبح بيت إربان مميز من الرخام يلي كمان عد ترميمه مؤخرا مشي 5-6 سنين، وأكيد عليه القبة يلي فوق منها فيها الصليب، وهالنوع الصناعة الحلبية لأنه يلي اشتغل بهالمسبح هو الياس البربري الحلبي من حلب، هو عمل حلبي حب أنه يعطي أهمية أكثر بالنقوش وبالديتايات الموجودين بالتفاصيل، يعطي أهمية لأنه لما بتطلع بالمسبح أول شيء يلفت لك نظرك بيت الإربان لأنه هونيك في يحفظ القربين للعبادة وللصلاوات. على المسبح رح تشوفوا كتابة لازم يكون 3 أقسام، القسم الأول اللي هو النصفي مكتوب تم بناء أو صنع هذا المسبح على أيام رئاسة البطريرك بوروس مسعد، وعلى ميلة الثاني مين عملوا الياس البربري الحربي 20 تموز، لكن الميلة الثالثة ممحية لأنه صار في خلاف بين سكان الضيعة ما بنعرف منين أساميهم، وصار في شكوى صغيرة ويمكن حتى يحبوا يوصلوا هيك رسالة معينة، انمحت هذه التسمية وبقيت للتاريخ ممحية مين قدم هذا المذبح. على الحيط الجنوبي في جن المعمودية بالزاوية لازلنا بنستعمل الحديث اليوم، لكن في قسم فيه عمودين، عمود أكبر من عمود تاني، وهون أكيد علماء الأثر اللي إجوا على مر التاريخ وحطوا أكيد اقتراحاتهم، البعض منهم مثل أبو نحنة صادر الأنطوني اللي اشتغل حول السيمبول والكروا بيقترح أن هذول العمودين بقيين من العموديين، والبعض منهم بيقولوا لا هن كانوا أصلاً عواميد الكنيسة محل ما هلأ عم نشوف العضادات الدخان، كانوا عواميد يعني بيشبهوا إلى حد ما كنيسة مارشار بالمعاد، ورجعوا بعدين لما عملوا هالعضادات الكبار حطوهم، وهذا كان أسلوب من الصليبيين أنه لما يعمروا كنيسة حتى يقوّل حيطانة يستعملوا عواميد دائري الشكل يحطوهم داخل الحيطان حتى يثبتوا الحيطان من أنه يدهوروا. لكن في تقليد شعبي بيقول، وهذه مهمة نعرفها لأن هيك بتشوفوا بين العمودين وكأنه الحيط مهرود، بيقولوا أنه بيخبروا الكبار بالعمر هون بالضيعة أنه بوقت من الأوقات انهرد الحيط ولقوا مسوى لشخص ميت وهو بأسقف عنده تاج وماسك عصا وماسك صليب بإيده مع سمبلة مش قمح بلح، لأن هيك بتشوفوا صور من النهر اللي عنا يونه وتبسيلهم ماسكينه مش بس نخيل أو بلحة لكن كمان صليب، مأخوذ الفكرة من جسمين يلي التقى هون يلي بعدين بقولوا مديرية الآثار أخذوه أو رجعوا يمكن حفظوه بمكان تاني. تزدين هالعمودين بعدة أنواع من الصلبين، وأكيد هالدراسات كمان بيقولوا إنه شيء منا أصلاً بيزنطي الحقبة البيزنطية، والبعض منه بيقولوا صليبي، أبونا حنا صادر بيربطهم بهالتقنيات اللي كانوا يستعملوها العموديين حتى يبرزوا أكثر تاريخ المورني والمعنى المروني، هالامتداد الصليب نحو الجهات الأربعة شمال جنوب شرق غرب، الصليب منه حتى يقوقعنا بمحلاتنا لكن مثل المورني كانوا بمنطقة معينة وصاروا منتشرين بكل العالم. Thank you.
ونهرة قديس عظيم بأوائل الكنيسة يعني وقت البلشت وكذا، إجا من بلاده تيبشر هالناطقة هيدي من صور للبطرون، ولكن هون كان عنده مشكلة قوية، عذبوه حرب على هون، وصل على اسمه جبيل قتلوه واندفن بهون ببير شلحو. هلا بعدين الاهل المنطقه كان في قسم مسيحيه، ما كانوا كلهم مسيحيه، رجعوا شلوه دفنوه عملوا له تكريم. بس من اهم القديسين اللي اجوا باوائل الكنيسه، وكان اختصاصه يعني ما يبخل على حدا الا ما يطلع من عنده الشافي شفاء، كان عنده هالعاطفة على الناس. وفي تقليد هيدا ما منعلق عليه كتير، لكن انه يجوا على البير اللي شلحوه فيه هاللي الله راضي عنه او شيء يظهر، واللي منوش راضي ما يظهر عليه. هيدي يعني منا بصلب الموضوع، المهم انه هو كان في عدة كنايس بلبنان عمل اسمه مجنهرة لانه اشتهر، بس هيدي كنيسة الاساس بكل الطائفة المارونية نحن بلبنان، خصوصا الطائفة المسيحية تنقول هيدا من اهم القديسين، اهم القديسين لانه شفاعته خصوصا العينين الواحد بيبقى هامه بيضل يقشع. هلا انا عم شوفكم مبسوط فيكم، لو ما العينين عني وشوف المحترم يلي بعزه ونشط. انا من الجمله خدمته 6 سنين كذا، وقت اللي عندي شي مشكله غير النظر يعني بيجي لعنده، بيجي وقيت وحدي ما حدا بيعرف اني جيت، بيجي بصلي له بقول له ايه هلا كنت عم حكي، قلت له نتفي هيك جنبي عن يوجعني، قلت له بدك هيك نضلي متضايق وكذا، الليلة ما بيكون في وجع جنب، رهيب شو عنده حنية شو عنده طيبة. لكن ميت شهيد، ميت شهيد بالطائفة، ما فيك تحصيها الناس، يوم عيد ومهرجان هون بيبقى الناس فايتة طالعة، وفي إيمان حقيقي لهالشخص، مش إنه إحنا عند قديس أم نعرف أصله أشخاص له من نجاي من أي. وأسس كتير كنايس هو على أيامه وقت اللي إجا على المناطق الساحلية وهرب لهون، يعني من حسن حظهم حظنا كلنا نحن فيما هالناس ما كان عندها كنايس. أي حب أي سر فيك ضاء، أنت يا نهرة شعاع من بهاء، يا شجاعا هاتفا وسط العناء، بالمسيح اسمي مسيحي براء. مرنهرة فأزنه بالقرن الثالث، خلق بدمنهور بمصر،
وتعرف هنيك على أحد المسيحيين يلي عرفوا على يسوع، على طول كان عنده سؤال ليش هالأصنام اللي عنا إياهم أو اللي منعبدهم ما بيجيبونا. قال له ما قالك أنه تحكي مع يسوع ويسوع بيجيبك. بيتعرف على يسوع من خلال لقاءات خاصة هو وياه، وبيرتد بيصير مسيحي، بيتعمد هو وعائلته قانون وتقلى هدول خيه وإخته، وبيعمل هالمشوار الحلو من الإسكندرية، يعني من دمنهور على الإسكندرية، من الإسكندرية مرق بفلسطين عسقلان، وصل على سور، عمد بسور 100 شخص وعمروا له كنيسة السيدة هونيك هو وياهم بناء الكنيسة، ورجع انتقل على صيدا، عرف في ملك جبيل، بعت وراء له خبرني عن المسيح اللي بتعبد وخبره، فارتد الملك جبيل وصار مسيحي هو والحاشي، إلى أن هذا الشيء وصل خبر للحاكم المنطقة هون الروماني اسمه دوكيانوس، عصب قال لهم بعثوا لي تشوف شو قصته. شو قصتك؟ قال له أنا مسيحي. قال له بدي أقتلك. قال له قبل ما تقتلني خدني على الهيكل تأصله لأسجد للأصنام. تقليديا الهيكل كان جوات القلعة هون، بيطلعوا لعند القلعة وبهالحادثة الرائعة جدا ما نهر قدام الأصنام بيصلي بإيده على وجهه، فجأة بتتحطم الأصنام كلها سوا بدون ما يصلي أي صلاة، تشوف الصليب شو مهم يعبده، فبيصلي بإيده على وجهه بتتحطم الأصنام، ببلش مرحلة العذاب هون بسمار جبيل لمر نهرة. أول شيء بيفقروا له عينيه لأن هيك هو شفيع العينين، بيكبوه بهالبير. تقليديا احنا عنا أثارات هون، التقليد الشعبي انه أثارات أصابيعه لمر نهرة. نعم. تاني يوم بيوصلوا على مر نهرة بيلاقوه بعده عايش، لأنه قطعوه كانوا وكان بعده عايش، فبحطوه على عجلة من خشب فيها سنين حديد وبيدحرجوه من هون لساحة الكنيسة لتحت. بهالقصة الحلوة اللي بيخبرها زجلية مار نهرة بيخبروا انه قديش كان عم يبكي، كان كل يبكي الشعب كله سوا، ويندب حظه انه ليش مار نهرة عم يتبهدل هالشي بهالطريقة، لكن مار نهرة يقول لهم قووا حيلكم، خلوا كون رجائكم بالرب، ويلي بيأمن بالرب الرب يخلصه. اخر شيء ما كان يموت معهم، والتقليد بيقول انه اجوا اولاد البترون بيجيبوا له سيف للحكم بيقولوا له قصوا له راسه، فبسيف البترون بينقطع راس مار نهرة وبيموت او بيستشهد سنة 358 بعد الميلاد. وفيما بعد لما رأيت الاحوال شيلوا له جسمين اللي كان محفوظ ودفنوه تحت الكنيسة اللي كنا عم نعمل لها زيارة. نعم، يعني هون رميوا جثته كمان. صحيح. نعم. فالناس بيجوا لهون على البير لأنه بعد فيه مي، وبياخدوا بركة من المي بتقليد كتير حلو، بيكبوا عملة فيه من الحديد من المعدن وبيقولوا يا مر نهر حضار حضار جايك، بيذكروا ضيعتهم مثلا من الحزمية، جايك من الحزمية زوار، هلأ جاي من الأوتيفي زوار، جاي من الأوتيفي زوار، ومنكب العملة. وأكيد إذا ربنا مثل ما قال المونسينيور من شوي، إذا مر نهر رح يقبل صلواتكم، بأوقات كتير بيقشعون الناس بجوات المي، أوقات المي بتفور. نعم، رح نشوف معنا يلا معنا شيء من اللبناني. هيدي المي عبدو بياخدوها الناس. نعم. نحن فيهم يجوا لهون على القلعة ياخدوا المي مباشرة. لكن نحن أوقات مش أوقات كل مدة بناخد مي بنحطه بالكنيسة الناس ما تتعذب تجي لهون. طيب هيدي المي تشرب؟ هي مياه صالحة للشرب. صالحة للشرب على طول بنفحصها، بس نحن بننصح أول شيء يحطوها على للعيون لشفاء العيون. لشفاء العيون. وموجودة بالكنيسة بكنيسة مار نهرة، فيهم ياخدوها بعبوات صغيرة مثل هيدي هلا رح نعبيها ونوزعها على الشباب. وبيتباركوا منها. في كثير شفاء عبدو عم نسجنه على دفتر خاص بالأعجيب لأشخاص هني ما بيعرفوا من نهرة بس أخذونه المي لعندهم. في ناس بيكونوا بأفريا وصلوا المي من نهرة، وربنا أكيد مش أول مرة بيعمل أعجوبة، كل يوم بيعمل معنا أعجيب، لكن كمان اللي إيمانه قوي ونيته حلوة وعم يطلب من الرب شفاعة قديسينا، قديسينا بيسمعونا. تفضل افتح لنا هالبير أبونا سعادة، ورح نكب هال 250 عنية كل العاملين معنا ب طبعا الأو تي في. هال 250 رح نرميها. اه سمعنا صوتك كمان بدك تقول يا مر نهرة، يا مر نهرة حضار حضار جاييك من الأو تي في زوار. زوار. هلا رح نعلي المي كله محضر حتى العالم تقدر يكون هينة عندها. اه كمان دلو أبيض، هيدي هي المي اللي رح ناخدها ورح نعبيها. هودي الأصابع مش هيك اللي عم نشوفهم؟ نعم، هيدا التقليد بيقولوا هدول الأصابع مال نهرة. وهيدي اثنين، وهيدي بيكونوا لكل الأشخاص يلي عم بيعينوا من مشاكل بالنظر، بحطوا شوي على عينهم، على عيونهم بالأحرى، وإن شاء الله بتكون بشفاعة مار نهرة ربنا بيستجيب لهالقديس يلي سكن هون. بنرجع نقول سكن بسمار جبال، استشهد بقلعة سمار جبال، ورمي بهذا البير.
بكنيسة السيدة بضيعة اسمها سمار جبيل بمنطقة البترون. الكنيسة السيدة كنيسة مميزة لأنه حاليا بتشوفوها بلا سقف، لكن هي فعليا كانت مثل كنيسة كل الموارنة بهالجبل بالشمال، بتعود للقرن الثاني عشر. وأكيد نحن ما بنعرف التاريخ اللي تهبط فيها هيدا الحيط، لكن اللي بنعرفه فعليا أنه ربنا أراد أنه يكون في سقف مميز لهالكنيسة، طلعوا شجرتين، كان في شجرة سنديانة تانية انشالت، وشجرة الحلية اللي هي غطت اليوم الكنيسة وخلت هيك يكون في تدخل طبيعي إذا بدكم فوق هالحجر اللي بنيوه الموارنة. فإذا نحن اللي شايفينه هلا قدامنا هو كنيسة تعود للقرن الثاني عشر، إنما وتترممت من سنتين تتعلم إذا بدكم وتحت إشراف مديرية الآثار بهيبة من الهنغاريين. آخر نقطة تنظيف كانت عم ينظفوا الكنيسة، اكتشفوا في موزايك على شمال وعلى يمين، يعني فسيفساء على شمال وعلى يمين أرضية الكنيسة، وهذا الشيء خليهم نرجع يعودوا بالتاريخ يقولوا الكنيسة مبنية على القرن السابع. فإذا نحن على أثار القرن السابع ونبلت الكنيسة الحالية على القرن الـ12، فإذا نحن حقبتين من الكنيسة حاليا. اللي باقي من الكنيسة القرن الثاني عشر هن أثارات المذبح. الحجر الأسفل هو الحجر الأساسي للمذبح، وانتو بتعرفوا ان الشرقيين كانوا كنوا صوا من بيناتهم الموارنة، الكاهن كان يقف على الدرجة وظهروا للناس، وجهوا للشرق عم يطلب من الرب الإله النور من نور انه هو يعطي كل هالنعم السماوية. فاذا الحجر الأولاني هو الحجر اللي بقي من المذبح. الحجار الثلاثة اللي نحن أضفناهم جبناهم من الأماكن اللي حوالينا حتى نركب المذبح عليهم. الأبسيد أو الحنية اللي موجودة فوق المذبح اللي بيميزها شغلتين، أول شيء بعضهم عليها الطين أو الكلس الأبيض، حافظوا عليه مديرية الآثار لما ترمموا من سنتين وبينوا الفريسك اللي فيه اللي هن صلبين، الفريسك اللي هن جداريات، هذول اللي بيعودوا القرن الثاني عشر أو الثالث عشر حتى كمان. وبعدين في الفتحتين اللي موجودين بنصف الحنية، هذول لهم وجهتين، أول شيء تيجيبوا النور لأنه نحن بنرمز بالحنية للآب، وكمان حضور الإبن من الآب هو نور خرج من النور، لكن كمان تيفوتوا نور حتى إذا في عتمة بهداك الوقت لا في تريات ولا في يمكن بيجيبوا شوية ضوء حتى يقدروا يصلوا أكثر. من سنتين لما نحط عليها الهبة الهنغارية حط تقريبا ب 72 ألف دولار، كتير ناس سألوا طب ليش ما ردوا السقف مثل قبل. والتحدي اللي كان بعد الدراسات اللي نحن عملناها قبل ما تجي البعثة الهنغارية ومع الدكتور ياسمين معكرون اللي هي أشرفت على التربيم، اتفقنا أنه ما ينجع ينعاد السقف لسببين. السبب الأول هو هذه حقبة تاريخية من كنيستا، لأنه كنيسة تهدموا بسبب الجحافل اللي اجوا أعداء الدين، هدموا ثلاث كنيس، ترممت كنيسة مرنهرة وقديسة تقلى، لكن هما ترممت بقيت بلا سقف بأواخر القرن التاسع عشر، فتركناها بدون سقف تكون نقول في حقبة تاريخية مرقت هون. واثنين حتى نحافظ على السنديانة كمان، لأنه لو بده يجي ينعاد السقف كانت هالسنديانة بدها تروح وما لها قيمة. وثلاثة لو رديناها ما كنتوا جيتوا صورتوا هون، كنتوا قلتوا هاي كنيسة مثل بقية كل الكنيس. هذا الشيء بيميزها انه الكنيسة بدون سقف لكن سقفها هو الشجرة. بالشتاء بنضلوا كل شيء محله ما بنصلي، لكن بنتركه الابواب مفتوحة على طول للناس اللي يجوا بيجوا بيحجوا هون بيصلوا، لكن ما في قداسات خلال الشتاء ابدا. نحن الكنيسة هون كانت مشهورة يقصدوها الناس بعيد السيدة، لكن بعدين لما بلشنا شوي شوي نعطي وجه أكثر سياحي إذا بدكم للكنيسة، وخاصة بعد الترميم صارت أكثر بشهر أيار كله منصلي فيها هون بالكنيسة، وأكيد أعياد السيدة. وإنما هلا هالسنتين أعراس من كل مناطق لبنانية، ومش بس موارنة، إجينا سيرين أرثوذكس وحتى عمادات كمان، روم كاثوليك لاتين بيقصدوها للكنيسة لعدة أسباب. أول شيء مكان مصلي بيدعو للصلاة، ومكان يلي جايين من جايين حتى يقعدوا يعملوا إباهيات، بالعكس بيجوا حتى يصلوا بس، فبيكون المدعوين عددهم كتير صغير وبيساعدهم أكتر حتى يكونوا عم يحتفلوا بزواجهم بدون ما يلتهوا بالأشياء الأرضية.
نحن كل الكنائس اللي موجودين عندنا هون اللي بيعودوا تقريبا الكورونا الوسطى فيهم شيء بسموه دهليز، يعني هو المكان يلي بتحضر حالك فيه تفوت لجوا. قديما الدهليز الكبير كانوا يعمدوا فيه برا وبعدين يفوتوا المؤمن المعمد لجوا، لكن هو بس حتى تحس حالك انك انت بلاش تدخل على مكان مقدس. اكيد مثل كمان هون سمار جبيل معروف لانه القلعه كثير مشهوره هون بسمار جبيل، لكن على مر الايام ابناء الرعايه كلهم سوا ابناء الضياع عمروا ببيوتهم عمروا بيوتهم من حجار القلعه، لان هيك رح تشوفوا اذا برمتوا بسمار جبيل ان كان بالبيوت او بالكنائس حجار من جيبه من القلعه، بتشوفوا بالحيط الشمالي غطى نيووس محطوط اكيد من جيب من برا، كما انه في حجار من القلعه خاصه العواميد الكبار حاطينهم تيدعموا فيهم الحيطان. هيدا من الخارج، ومن الخارج اكيد بتشوفوا الشجره اللي طلعت من الحيط، لكن خفنا انه الحيط ينهد فاضطرينا انه نرجع نخلي الشجره يكون اثارها موجودين لكن نشفها طما يتهبط الحيط كله سوا. يا مريم البكر فوقتي شمس والقمر وكل نجم بأفلاك سماء سرى وكل نجم بأفلاك سماء سرى. نحن بالكنيسة اللي أقدم من كنيسة مرنهرة الكبيرة يلي تقليديا بنسميها كنيسة الزوار، لأنه كانوا الزوار لما يجوا يحجوا لهون يناموا يوم ويومين وثلاثة ويأخذوا هالمكان حتى يناموا تستقبلهم الرعية بإقامتهم هون. ونحن فإذا بالقسم الأقدم لكن مش الأقدم أول شيء، نحن بالقرن الحادي عشر هون، لأنه في تحت منا الكنيسة الأقدم اللي بتعود القرن السابع. هالكنيسة بعدها مطلية بالكلس الأبيض. سنة 2014 لما أجت بعثة من روسيا مع البروفيسور فلاديمير سرابيانوف كان عم يرمم كنيسة قدي وعم يشوف فيها جدرانيات، إجا لهون وبحث بحيطان هالكنيسة واكتشف جداريات أو أثار الجداريات يلي بيعودوا للقرن الثالث عشر مرسومين هون على الكنيسة. نحن أكيد هلأ بطور أنه لما بترجع منروق شوي منكفي دراستنا منرجع منشوف البقايا هالجداريات اللي موجودين بالكنيسة. هالكنيسة مميزة انه فيها عواميد مأخوذين من القلعة، وكانوا الصليبيين لما يعمروا هالكنيسة او الكنيسون هون ياخذوا هالعواميد ويحطوهم يزرعوهم بالحيطان حتى يثبتوا حيطان هالكنيسة. الكنيسة الطبيعية ما كانت بهالطول كلها سوا، كانت قسم كتير صغير، يعني رجعوا بعدين بسبب انه يقدروا يأدوا خدمات افضل لاستقبال الزوار طولوها حتى صارت بهالشكل يلي نحنا فيه هلا. نحن على الوجهة الشمالية وعلى المدخل الشمالي لكنيسة مرنهرة بسمار جبالي اللي ترممت بأواخر القرن التاسع عشر على يد المعلم الياس الخوري اللي هو من سمار جبال. معلم الياس الخوري كان مشهور هون بالمنطقة بالحرفية بإيديه، واللي عمل هالسلسلة من حجر واحد. هالسلسلة اللي بوقتها هو توفى 1902، فهي معمولة قبل 1902، من قطعة حجر وحدة عمل هالسلسلة، وعمل تحت منها سطيلة أو كيلة أو ترمز إلى البير يلي انكب فيه مرنهرة، أو للنعم يلي الرب عم يغدقها على عم يعطيها لكل الأشخاص يلي بيصدوا على الكنيسة. وهو زيته هالمعلم الياس الخوري تيقول شكرا لمرته ويكرمها عمل نفس السلسلة بكنيسة مرشليطة بقنيت، لأنه مرته من مرشليطة بقنيت، لكن عمل سلسلة صغيرة بالقبة وهو عمل قبة الكنيسة هون. بالحيط الشرقي للكنيسة في هذا الحجر يلي محفور عليه باللغة السريانية إرنست رونان هالعالم الكبير إجا لهون وزار هالمكان ولقى أنه محفور بالسرياني الجملة يلي بتقول هنا مدفون الكاهن الوقور.
وبيحددوا هذا الحجر من القرن الثامن، يعني نجيب من خارج هالمكان ونحط بالحيط الشرقي للكنيسة. هون عمل تنقيب من سنتين، ولقينا بواسطة علماء الآثار خاصة دكتور باتريسيا أنطاكي هالأبسيد أو الحنية للكنيسة القديمة، ولما عملوا تنقيب جوات هالمكان لقوا الموزايك القديمة يلي حددت أنه الكنيسة القديمة تعود للقرن السابع. فإذا نحن هون أقدم مكان بالكنيسة القرن السابع، ولازم يكون تقليديا اندفن هون الشهيد مرنهرة زخائره بعد ما شفناها، لأنه بعد ما كفينا التنقيب بكل الكنيسة. الكنيسة نحن فإذا نحن هون إذا بتطلعوا بسطح الكنيسة بتلاقوا أنه فينا هنا عنا حيطان كبار أو نوعين من البناء، هالبناء القديم يلي موجود بيعود الأسفل منه للقرن السابع والأعلى منه القرن الحادي عشر، ثم الكنيسة الجديدة اللي بنسميها جديدة القرن الثالث عشر. سقفين بيحددوا عن نوعية الحجار تاريخية بناء كل كنيسة. نحن هلا بقدي قضاء البترون، ابرشيت البترون المارونيه قدام كنيسه مرسيبا الاثريه. كنيسه مرسيبا هي كنيسه بنيوا الصليبيين، هي فاز بناء صليبي بامتياز، لانه بيمتازوا الصليبيين بعده طرق واساليب للبناء، من بيناتهم انه يكون في سقفين عندهم السقف النصيني اعلى من السقفين الجانبيين. فإذا رح تشوف الكنيسة من جوا رح تشوفوا أنه كمان هالكنيسة ذات طراز بازيليكي، فيه ثلاث ممرات، ممر نصفي وممرين جانبيين، إنما الممر النصفي سقفه أعلى من الممرين الجانبيين. هالكنيسة إنها صليبية، انبنت تقريبا من القرن الثاني عشر اثر الحملات الصليبيه ونجاح الصليبيين بحملتهم بانه يفوتوا على القدس حتى يرجع يحرر القدس من المماليك. وهالكنيسه كمان احدى ميزاتها الاهم هي وجود بقايا، للاسف عم نقول بقايا، جداريات اللي موجودين على الحيط. جداريات كنيسه مرسيبا هن ذات مدرستين. أول مدرسة هي المدرسة اليونانية، رح نشوف أنه طراز الرسم الجداري على الحيطان فيه أكثر ديتايات تفاصيل، فيه أكثر فوليوم، يعني بينعطى أبعاد بالداخل الأيقونة، وتحسوا فيه وقار أكثر بالأيقونات، وفيه دقة برسم تفاصيل القديسين. أهم الأيقونات هن صلب يسوع، الأيقونة الثانية اللي بنشوفها كمان ذات الطراز اليوناني هي رقاد العذراء. لكن للأسف لأنه هالكنيسة على مر الأزمان تحولت لمكان دفاع ضد كل الأشخاص أعداء الكنيسة بهذاك الوقت، عملوا فيها شبابيك، وهالشباك بالكنيسة خلوا أنه يروحوا ويشوهوا هالكنيسة، لأن هيك ما عاد مبين كتير جسمين مريم العذراء. المدرسة الثانية اللي موجودة بجداريات الكنيسة هي ذات طراز إذا بدكم يوناني، لكن معمولة بإيدين قبارسة، وبالمواد المستخدمة هي من تراب قدي. بتشوفوا أكثر الأيقونات، خاصة أيقونة مريم حامل يسوع، عينيا كبار، الكونتور تبعوا للأيقونات، الخط تبعوا لخط أعرض، ما فيها كتير فوليوم، يعني ما فيها كتير أبعاد، وكمان الألوان اللي موجودة فيها أكثر فيها دفى. بترك دويهي بكتاب التاريخ المواريني بيحكي عن انه وجد كتابة على الحيط الشمالي يلي هي هلا منا موجودة، بيقولوا انه سنة 1265 لما عرفوا سكان هالمنطقة انه وصلوا المماليك على كونتية طرابلس، بيقوموا بيطمسوا الايقونات كلها سوا، بيحطوا طين ابيض بيطمسوها، لانه كانوا مماليك الاشياء كانوا يعملوها لما يفوتوا على الكنيسة يشوهوا الايقونات، يشيلوا عينيهم وتمهم حتى ما يجرحوا بهالايقونات او يدمرون، قاموا طمسوهم كلهم سوا سنة 1265 قبل ما تصل حملة المماليك حتى توصلت لهون.
تتميز كنيستنا بوجود تخينة مرسيبة يلي جابها اسكندر جديد من الفاتيكان، ومنكربها نحن هون بعيد مرسيبة بآب ب25 آب، ومنحطها على طول حتى يجوا السواح والحجاج حتى يجوا يزوروا زخائر مرسيبة اللي موجودة هون. بيقصدوا الناس لمرسيبة مش لطلب شفيعة معينة مثل مرنهرة للعينين أو مرقدنا للدينين، لكن بيطلبوا شفيعته بكل المحن يلي عم يمرقوا فيها، لأن هيك بتشوف أشخاص كتير بيجوا يطلبوا ممكن حتى يكون عندهم ولد أو حتى يشفيهم من مرض معين. الكنيسة بتتميز بمذبحها القديمة اللي كان بالنص يلي كان له درجات، لكن بوقت من الأوقات مع الحملة ليتنة كنيسنا المارونية أكيد نشيل هالمذبح من النص نحط على جنب. هالمذبح اللي عمله هو يعقوب ابنه للياس البربري، الياس البربري هو اللي عمل مذبح مرنهرة بسمار جبيل. أكيد بتشوفوا إذا بنعمل مقارنة نفس طريقة الحفر، أخذ نفس طريقة النقوش، لكن الياس البربري اللي عمل مذبح مرنهرة أكيد أشطر وعمل ديتايات أكتر. البيت القربين اللي موجود هونيك فيه بنصه هالطير يلي شيل، وهيدي قصة أسطورة معروفة، شيل قلبه حتى يطعمي ولاده، هيك الرب يسوع يلي قبل انه يكون مصلوب على الصليب كرمال حتى يفدينا بدمه لخلاص جميع البشر لجميع أبناء البشر. وأكيد بتزينا الكرمة والعنب يلي هني رمز ليسوع وارتباطه مع الشعب يلي بتناول جسده اللي هو الشعب المسيحي. الكنيسة هون بمرسيبة بقدة منكرم فيها مرسيبة الناسك، لأن هيك بتشوفوا أنه مرسيبة اللي هو راهب يلي هو أسس رهبني بفلسطين وراء في الدير في المستشفى يلي أمه أجت من وراء وعطته مصاري حتى يبني مستشفى للأمراض العقلية. وبعدين بتشوف أنه مرسيبة داعس على نوع من الثمار يلي هن الليمون يلي أصلا بعدهم اليوم الرهبين اللي موجودين بفلسطين واحدة من أنواع التقشف، لأنه الثمار والفاكهة بتعطي برودة وبتعطي يعني بينتعشوا من خلالها، واحدة من أشياء التقشف اللي بيعشوها بيمتنعوا من أخذ الفواكه، ومرسيبة حاطينه داعس على هالليمونة حتى يقولوا أنا كمان عم عيش بتقشف كرميل أقدم أكثر تقشف للرب. الكنيسة هون، فإذا نحن منكرمين مرسيبة ناسك، مرسيبة اللي عايش بكابادوكيا ويلي ترك أهله من بعد ما تعرف على يسوع أكثر وأكثر من وراء الرهبان الموجودين، وحب يجي على منطقة فلسطين. بفلسطين تنسك وعمل مدرسة بالتنسك، لأن هيك جذب كثير من الأشخاص اللي حواليه حتى صاروا 100 راهب، لا يزال ديره اليوم موجود وجسمينه موجود بفلسطين، معروف بدير مرسيبة الناسك. وأكيد عمل طريقة من التقشف وطريقة من الحياة الروحية، من بيناتهم أنه واحد بيمتنع عن بعض المأكولات خاصة الفواكه بأيام الشوب حتى يكون عم يؤدي إيميتات أكثر. الشيء الحلو بقصة مرسيبة أنه أمه من بعد ما توفى زوجها يعني بيو لمرسيبة لحقته على فلسطين، جابت الأموال تبعولها أعطتهم لابنها حتى يبني مستشفى للأمراض خاصة الأمراض العقلية. فإذا قديش هالعائلة مهمة كانت، حتى مش بس أنه عم تلتجي للرب لحياة الروحية لكن كمان الخدمة الاجتماعية. كمان كنيسة مرسيبة هون مزينة ببناء هالدهليز أو هالرواك اللي موجود قدام الكنيسة مثل الكنيسة اللي بتشوفوها الدهليز بتشوفوه بمار نهرة. وتاريخيا كمان كان الشعب الماروني لأنه ما عنده أمكن يتعلم الأولاد خاصة بالشتاء كان يسكر الدهليز بالحجار، فإذا نحن الدهليز هون كان مسكر وحولوها بالقرن 18-19 لكنيسة لمدرسة بواسطة بإيحاء من الآباء اليسوعيين خاصة بير دولور اليسوعي يلي نشر بجبل لبنان هون بالشمال مدارسه. ضلت هالمدرسة لحديت أوائل القرن العشرين لما انتقلت بعدين على كنيسة مرميمة. بتعرفوا إيمان أهل البلدة من عدد الكنائس الموجودة فيها. بسمار جبيل إضافة إلى كنيسة السيدة وكنيسة مرنهرة، هناك كنيسة على اسم القديسة تقلى أولى الشهيدات، كمان عندهم كنائس خاصة صغيرة رح نتابع ونتعرف عليهم بهالحلقة. المسافة اللي بتفصل بين كنيسة مرنهرة ومرتقلة حبت الرعية أنه تعمل وقفة لدرب الصليب.
هالدرب يلي عم نمشي فيه فيه محطيت 14 مرحلة حتى يتأملوا فيه المؤمنين وأبناء الرعية والحجاج اللي بيجوا على كنيسة مار نهرة حتى يتأملوا فأزم بمراحل آلام المسيح على 14 مرحلة. نحن كرعية بأسبوع الآلام بيجوا المؤمنين هون وبنعمل محطيت 14، لكن خلال كل السنة ممكن كتير تجوا تشوفوا الناس يلي بتجي ومعها كتاب ضرب الصليب حتى تصلي وتعمل تقوياتها تصلي منا لحالها، لأن هيك هذه الطريق على طول مأهلينا تضل محل للرواية ومحل التأمل ومحل التفكير بآلام المسيح يلي بضرب الآلام بالموت والقيامة، وخاصة أنه جو هالبستان الزيتون يلي هي كانت آخر مرحلة ليسوع قبل الآلام والموت كمان بتساعدنا بهالجو الحلو حتى يكون الشخص أكثر عم يصلي ويعطي وقته للتأمل وللتفكير. نحن بكنيسة مرتقى لأولى الشهيدات بسمار جبال. مش غريب انه اهالي سمار جبال بكرموا قديسة تقلى، يمكن مرتبط هالتكريم بتقلى اخته للشهيد مار نهرة، مار نهرة يلي استشهد هون بسمار جبال، ويمكن على تواتر الزمن كانوا يكرموا اخته وخيه اللي هن قانون وتقلى، وبعدين لما صار في حروب وتهجروا اهل الضيعة ورجعوا كرموا قديسة تقلى أولى الشهيدات. فإذن هيدي أكيد نقطة استفهام حول هذا الموضوع. هالكنيسة بتعود للقرن الثاني عشر بحسب إرنست رونان، وبيجي بيشرح وبيقولوا إنه كان في عمودين قديمين قدام الكنيسة وكان في أثارات للفسيفساء. تهدمت الكنيسة فيما بعد بالوثائق اللي شفناها ببيوت الناس يلي بعضهم محفوظين ببيوت أهل الضيعة، عرفنا بعدين بإنه أواخر القرن التاسع عشر الياس الخوري رمم كنيسة مار نهرة وجهتها الشمالية ورمم كنيسة مرتقلة هون كمان وحسنها، وأكيد بهذاك الوقت يمكن ما كنت مبلطة رجعوا بلطوها بالبلاط القديم. وشي تجدر الإشارة هو هالأبو اللي موجود حد كنيسة مرتقلة يلي هو كان مدرسة للصبيان، كان فيه 32 صبي بيتعلموا بهالمدرسة، لكن سنة 1898 بيجي قرار من بكركي تمني انه يتغير مكان مدرسة الصبيان من هون لثلاث أسباب. أول سبب ما في إنارة واضحة، الأولاد مش عم يقدروا يقشعوا، تاني شي هالأبو عم يدلف من المي، ثالث شيء بيقولوا لقربه من الكنيسة حيث يدفن الكهنة. مرتقلة معروفة بأنه كانت مكان لحفظ جسامين الكهنة، يمكن هالشيء كان يزعج الأولاد. بوقتها نقلت المدرسة الصبيان من حد مرتقلة للدهليز مار نهرة يلي كان مدرسة، ونشطت هالمدرسة على أيام بير دولور يلي هو راهب يسوع يلي معروف أنه أنشأ المدارس بهذاك الوقت بجبل لبنان وبالشمال. حد مرتقلة في بير ماي، وبهذا البير الماي كمان حد من كل تقاليد كنيسنا لازم يكون في بير ماي حتى كمان أدي خدماته للزوار وللأشخاص اللي عم يجوا كمان يرتاحوا، أو يمكن يكونوا مسافات بعيدة قاصدين هالمكان حتى يصلوا يطلبوا شفاعة مرتقلة. لازم ننتبه لصورة مرتقلة يلي نحن عرفنا أنه تقريباً تقدمت للكنيسة بال 1916 تقريباً، لكن نحن ما في ذكر لا الاسم ولا السنة، لكن بالوثائق المحفوظة ببيوت الناس عرفنا أنه بهالتاريخ انرسمت. الشيء المميز فيها لمرتقلة هن الأسدين اللي موجودين. نحن بحياة مرتقلة بنعرف أنه تم اضطهادها بشتى أنواع الاضطهادات، واحدة منهم أنه رمت بمربط للأسود حتى يجربوا يكلوها، لكن ركعوا قدامها وسجدوا لها. شيء مميز بهالصورة هن الرسام يلي شيء انه يرسم هالأسود رسم وجوه بشرية مش وجوه حيوانية، يعني بتشوفوا أشخاص بشر وبعدين حولوا لأسود، وكأنه عم يجرب يقول انه هالاضطهاد ما انه اضطهاد من أنواع أو مخلوقات أخرى، لكن هن من الناس، ولا يزال هالاضطهاد بعده لليوم ضد المسيحيين ببلدان العالم من بعض التيارات الفكرية أو من بعض الناس يلي بيقصدوا انه يدمروا المسيحيين. تم إعادة تجديد الكنيسة كلها سوا وإعادة إضاءتها وإعادة تبليطها كمان سنة 2011 و2012، وأكيد انعمل المذبح الجديد بإيد الفنان بصبوص من رشانة. حب أنه يكون كتاب إنجيل مفتوح وعليه بلاطة الرخام اللي نحن عم نقدس فيها. ما
من بين الكنيسة اللي موجودة ببلدة سمر جبيل، كنيسة خاصة على اسم القديسة تيريزيا الطفل يسوع، منعيد فيها هون بواحد تشرين الأول. هالكنيسة انبنت سنة 1956 على يد الخوري الياس باسيل، وهالبيت اللي حد الكنيسة كان مدرسة، عملوا أول شيء مدرسة رهبات العائلة المقدسة وبعدين رهبات سانت تيريز، ولأن هيك تكرمت سانت تيريز بإقامة هالكنيسة. هيدي الفكرة بلشت سنة 2010، هول الحجار اللي شايفهم هول أثريات، هول وقت قصموا وقف سمار جبال كان ضيع من زمان فرد كنيسة، كنيسة مار نهر اللي شفتوها كان بتضم ثلاث ضيع، وقت قصموا راح كل واحد على ضيعته، أولاد سمار جبال عطوهم حجار لأولاد مراح جديد، رعيت مراح جديد من شي 40-50 سنة، من 10 سنة شخص بيجي بيعرضهم علي لما بده يعمروا كنيسة فيهم، قلت له ما في اشتري حجار كنيسة وما عمل فيهم كنيسة. بلشنا بالفكرة، بلشنا نعمل لهيدا الحيط، بلشنا بالفكرة باللوحة اللي هي عن قديس ولبنان تشفعوا بنا. بعد بحكي مع سيدنا المطران بولس سعدي، قلت له بتفكر اعمل بادري بيو؟ قال لي لا، هي سنة اليوبيل ال 1600 تبع مرمون، في كنيسة وحدة بس مرمرون هون. بقى رجعنا عملناها مزار لمرمرون. والكنيسة اللي جوا شفتها هيدي وقت تاخذت الأرض كانت مهبطة، رجعنا رممناها وتركناها على طبيعتها، كانت بقولوا فرن الضيعة من زمان. وهي الفكرة بلشت هيك، وكل سنة بيقدسوا فيها على العيد. مناطقنا اللبنانية حلوة كتير، خاصة لما بتزور الأماكن المقدسة والأماكن الأثرية. بقدة مجموعة كنائس، الأبرزة كمان كنيسة مرميمة أو دير مرميمة، وبالقرب من هالكنيسة هناك غرف كانت مدرسة دائمة قرب الكنيسة على مر الأزمان، وبقيت شاهدة حية على الإيمان المسيحي بهالأرض. نحن بكنيسة مرميمة، الشهيد مرميمة بقدة قضاء البترون. هالكنيسة يلي بتعود كمان القرن الثاني عشر، لكن الغريب فيها انه هالكنيسة الوحيدة هون بمنطقة البترون يلي اتجاهها مش شرقي غربي لكن شمالي جنوبي. وهذا الشيء اذا بنرجع شوي لبعض البحوث الأخيرة اللي قاموا فيها علماء الآثار، مش هون لكن بشكل عام، احدى النظريات بتقول اذا الكنيسة مش اتجاهها شرق غرب شمالي جنوبي، ساعتها بيكون مبنية على أثارات فينيقية، هيكل قديم فينيقي، لأنه كل هيكل الفينيقية مش ضروري يكونوا اتجاههم صوب الشرق أو صوب الغرب، فإذا مذبحنا هون صوب جنوب مش صوب الشرق. مرميمة بيقصدوا الحجاج لهون للصلاة وللتشفع له، خاصة لإزالة الحبوب ولإزالة الأمراض الجلدية، بنيتهم تواليل كمان، ونحن منعيده هون باثنين أيلول. المميز بالكنيسة من شكلها الخارجي هالدهليز أو الأنطرة يلي هي بتشوفوها بكنيسة السيدة وشوف